على نفس الموجة نغم اف ام لسه معاكم. وخليني افكركم تليفوننا 3835316 لسمس 105.3. ودائما وابدا وزي ما تعودنا كل يوم خميس بيكون معانا ضيف يستحق ان احنا نتوقف عنده، يستحق ان احنا نسمع منه، يستحق ان احنا نسمع اراءه، يستحق ان احنا نسمع ما قدمه في هذه الحياة. والحقيقة يعني لما اتكلم عن الحياة يعني في مقولات كده بتحضرني عن الحياة، بتوقف عندها وبتخليني افكر في حاجات كتير، والمقولات دي هتنطبق على حياة أبطال صنعهم ضيفي النهاردة. بيقولك شئت أم أبيت لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. هذه هي الحياة. الحياة لا تعطينا كل ما نحب، ولكن من نحبهم يعطونا كل الحياة. مهم بس اللي بنحبهم دول يبقوا بيحبونا ونبقى حبنا صح وما نوقعش غلط. الحياة فعلا والله يا جماعة مستاهلة ان احنا نعيشها. يعني كل واحد فينا في حياته، في مسار حياته، عنده حاجات حلوة وعنده حاجات وحشة، عنده مصاعب وعنده نجاحات، وعنده حاجات عاوز يفتكرها وعنده حاجات عاوز ينساها. ولكن الشاطر هو اللي يعيش اللحظة الحلوة. وفكرة انه لانه بما اني بقول انه مش هتحب من غير ما تفقد، ما ينفعش يكون الانفصال اخر الطريق. صحيح يعني ممكن يكون هو اخر طريق بس مش هو اخر كل الطرق. الحقيقة النهاردة ضيفي حينما يكتب تحس انه كتاباته وافكاره شبه تأثير مية النيل. ليه مش معنى مية النيل مش مية البحر مثلا؟ يعني علشان مية النيل هادية صافية، فأبطال رواياته بيتسللوا كده لقلوبنا ببساطة وبتلقائية، وكأنهم أبطال من واقعنا. يعني ما بنحسش باستغراب، نقول يا سلام هو إيه ده، ياه. لا، أنت بتحس وأنت بتشوف أبطاله أن أنت قدام صاحبك، جارك، أبوك، أختك، خطيبتك، مراتك، يعني الحياة العادية بتاعتنا، ولكن بشكل ذكي جدا. يعني حلاوة أبطاله في بساطتهم، بس اللي بيقولوا عليها إيه، السهل الممتنع. معانا النهاردة المؤلف والمخرج هاني كمال. يا مساء الفل، دايما بتكون معانا على نفس الموجة وبقالنا شوية ما قابلناش. أنا مبسوط ومبسوط بالمقدمة العظيمة دي، ميرسي جدا ليك. أنت تستحق أكتر بجد. الأبطال والأعمال اللي أنت بتقدمها قد تبدو في البداية أنه تقول يعني هي سهلة، ولكن حينما تتعمق هتحس، أنا كمشاهد بحس أنه لا، يعني في معنى، في مغزى. ممكن جملة صغيرة كده مكتوبة لا تقوم معلقة كده في ودانك وتقول إيه ده، ده فعلا وتوجعك قوي. الفكرة كلها في الكتاب عموما هي بمنتهى البساطة شخصيات من لحم ودم شبهنا زي ما انتي قلتي في المقدمة. فأنا ما بلاقيش معاناة في فكرة ان الشخصيات دي تبقى صعبة في كتابتها، لان انا لما بشوف الناس بشوفهم بالشكل ده، ما بشوفهمش حاجة واحدة، بشوفهم لحم ودم. ايه لحم ودم؟ يعني ايه لحم ودم؟ بما اننا بنسترسل في ده، يعني وقع وقام وعنده حاجات مش مظبوطه في حياته، وعنده اخطاء، مفيش بطله من غير اخطاء. احنا مفيش الكلام ده، احيانا بطلات سوبر ويمن، تصدير خاطئ للموضوع تماما. الفكره كلها، وده اللي بيخلق قرب للمشاهد من الابطال، اللي بيشوفهم ناس عاديه، ناس بتغلط وناس بتقول حاجات صح، واوقات بتاخد قرارات غلط واوقات بياخدوا قرارات صح، فبنتعاطف معاهم وبنحسهم مننا. بالظبط، هو ده اللي بيخلق حاله القرب اللي ما بين الناس اللي بتتفرج وما بين أبطال وبيننا معايا ده، وأبو العروسة أو ولاد ناس. الحاجات اللي هي دي شخصيات أيا كان بيعملوا إيه، بس أنا بشوف الناس كده، ما بشوفهمش حاجة واحدة. وعلى فكرة لو شفتهم حاجة واحدة تبقى كارثة. يعني أنا مش مقتنع أن في حاجة اسمها واحد شرير في المطلق، ده مش حقيقي، لأن هذا الشرير في المطلق ممكن يبقى كويس مع أولاده.
صحيح. فده فكرة تانية تماما. ممكن كل واحد كويس مع مراته في شر وخير بالزبط. بس بنسب وانت بتشتغل على نفسك ازاي عشان تشيل كل ما هو خطأ، مش هقول شر، انا بحبش الكلمة دي تحديدا، بس كل ما هو مش مظبوط في حياتك، مش مستقيم في حياتك. ده انت بتسراجل بقى، انت بتعيش الحياة عشان تحاول تقلل النسب دي زي ما انت قلتي. فمن هنا الشخصيات اللي انا بكتبها عموما في اي رواية بتبقى بالشكل ده، فما باجي اخرجهم بشوفهم بنفس الشكل ده برضو، لحمة ودم يعني. وبيننا معاد نجاح مهم جدا، عمل في الشارع المصري نوع من أنواع التقمص الوجداني، بقت الناس كده متقمصة وجدانيا مع الأبطال ومع الحكاية، وعايزة تعرف كل بطل هيوصل لفين وهياخد قرار إيه وإيه اللي حصل له وإيه اللي هيحصل له. ليه تعتقد إن وبيننا معاد نجح مع الشارع المصري؟ يعني خليني أقولك الجزء الأولاني والجزء التاني. الجزء الأولاني نجح نتيجة إن الموضوع كان جديد عليهم كحالة راجل عنده 4 ولاد وست عندها 4 بنات، ده بيربي بشكل وده بيربي بشكل وهي بتربي بشكل، وبيحصل قصة الحب اللي ما بينهم. المشاكل كانت ساعتها قريبة للناس، ومشاكل الولاد والبنات قريبة مش بعيدة، فده خلق حالة من حالات اللي يقول لك إيه، إن الناس ارتبطت بيهم لغاية لما حسن ونادية اتجوزوا في المسلسل وعاشوا مع بعض، والولاد ابتدوا يبقوا كويسين مع بعض. الأصعب بقى من نجاح الجزء الأولاني هو إن الجزء الثاني ربنا كرمنا ونجح. دايما المسلسلات الأجزاء مش لازم كل الأجزاء تنجح، ممكن يبقى في جزء يقل شوية، ممكن بعد كده جزء يعلى، وممكن خلاص يعني احنا كلنا حبينا الجزء الأولاني وخلاص. بصي انا خبرتي في الاجزاء مختلفه شويه عن الحاجات، لان انا ابو العروسه كتبت منه 165 حلقه، انا كاتب 120 و45، لا 165 حلقه. فانا عديت بالحاله بتاعه الجزء الاولاني ينجح او لا، والتاني هيبقى نجاحه زيه ولا لا، ده يعني عديته بفكره ان لو انت بتشتغلي بكتابه مظبوطه وشغاله وانت ناسيه ان انت ناجحه، في كده روشته انا بحطها لنفسي عشان اعرف اشتغل. تنسى انك ناجح؟ طبعا انا لو افتكرت اني ناجح ما اكتبش. يا سلام. طبعا في الجزء الثاني تحديدا في الاجزاء الثانيه ما اقدرش اشتغل على فكره ان انا بادي من نجاحي. انا بادي كانك بتتفرجي على مسلسل جديد. لو انا حطيت في دماغي ان انا ناجح فاتعالى بالفكره ان كده كده ما المشاهد قاعد، لا خلاص هخسر من بعد 5 حلقة. انت عارف احسن حاجه في اعمالك ايه دلوقتي لما انت كمان فكرتني بابو العروسه؟ ان الواحد بيتفرج على المسلسل، مثلا مسلسل ابو العروسه، وكأنه بجد هو يعني هو عايش معاهم، كأنه مثلا أنا قاعدة مثلا وبتفرج على الجيران من الشباك. عارفة مقياس النجاح بالنسبة لي إيه في المسلسلات؟ وده قيسي على أي مسلسل. تقدري تشوفيه تانية أو لأ؟ يعني لو اتذاع، لو أنت بتقلبي كده بالليل وبتتفرجي ولقيتي حلقة لأبو العروسة هتقعدي تتفرجي. وبيننا معاد نفس الكلام. صحيح. أنا بقيس المسلسلات بده، ما اقدرش اقيس المسلسل ببلوف او تويست انت بتشوفيه فانت قاعده مشدوده عليه سواء 15 حلقه 30 حلقه، بس لما يجي يتذاع تاني انت مش قادره تشوفيه. خلاص بالظبط، خلص. مقياس النجاح بالنسبه لي هي مقياس النجاح ان انت تقدر تشوفيه مره واتنين، اللي هو بيعيش واللي بيسيب تاثير، واللي هو على فكره ما ابتكرتوش. انا بتفرج على رأفت الهجان تاني، وبتفرج على ليالي الحلميه تاني، والمال والبنون تاني، المال والبنون ولا رأفت الهجان ولا ليالي الحلميه، من اول التتر انت بتدخل المود. بس تقدري تقعدي بالليل تتفرجي؟ اقدر اكمله واقدر اجيبه كمان واقعد اتفرج عليه كله. طبعا. فده مقياس النجاح الحقيقي. التوليفه دي هتلاقيها لان الابطال شبه الناس، المشاكل شبه الحياه، كمان الناس دلوقتي محتاجة حد يطبطب عليها بدراما لطيفة علشان الظروف إلى حد ما صعبة، مش إلى حد ما يعني الظروف صعبة شوية، وده طبيعي على مستوى العالم كله مش مصر بس. فخليني أقولك إن هذا المزاج العام وبيننا معاد بيطبطب على قلوب الناس بمشاكل حقيقية وواقعية وأفكار مختلفة للحلول. إحنا محتاجين ده دلوقتي. إحنا لو أنت بتسأليني إحنا محتاجين حد يبقى معانا دلوقتي. دراما تدي طاقة نور وأمل، وفي نفس الوقت بتديكي علاج، وفي نفس الوقت بتشركك في الحاجات، بتحسي ان انت شبههم. يعني انا عجبني قوي فكرة تدي طاقة نور، يعني تدي طاقة أمل ماشي، بس تدي طاقة نور دي مهمة جدا. ليه؟ لانه انا احيانا وانا في خضم حياتي بكون بمر بموقف وتايهة. فكرة ان الواحد يبقى تايه
دي بقت كلنا، لانه كل واحد عنده تحديات في حياته، مفيش حد في العالم. الظروف كمان اللي حوالينا لازم تخليكي في حاله توهان صعبه. العالم كله عايش كده، كل ده غير بيوتنا كمان. بالظبط، كل مواطن في العالم في اي دوله من الدول بيبقى عنده الحته المتردد في حاجه، تايه في حاجه، عاوز يفكر في حاجه. ففكره ان انت تديني نور او تبقى مرشد ليا في طريق انا تايهه فيه، موقف احس ان انا اتعرضت ليه بس مش عارفه اعمل فيه ايه، فلاقي واحده شبهي بتتعرض للموقف ده فاقول اه والله دي حصل لها كذا، عادي انها تبقى تعبانه، عادي انها مكتئبه الايام دي، ما انا مر بالظروف دي دلوقتي فعادي، فانا مش زعلانه من نفسي ان انا زعلانه، اه قدرت بعد كده تنجح، الله دي بقى طاقه امل. فكره طاقه النور دي مهمه جدا والله، محتاجينها. ما هرجع اقول لك، ممكن يكون في اكتئاب شويه، ممكن تكون في ظروف صعبه شويه، بس سلاح الدراما العظيم والايد الناعمه اللي زي ما بنقول عليها كده، ده وقتها دلوقتي انها تدخل جوه الحاجات اللي الناس فيها محتاجه، مش هقول لك جايدنس، لا هقول لك محتاجه، يعني محتاجه بس حد يبقى بيفكر معاها. ده دورنا على فكره، انا مش دوري ان انا اعمل لك حاله فنيه بس وابهرك او اسليكي او اضحكك، انا ممكن اعمل لك ده كله، ده بس في نفس الوقت ادي لك مساحه ان انت تطلعي لقدام، تفكري بشكل تاني في جوزك، تفكري بشكل تاني في عيالك ازاي بتربيهم، انت محتاجه ده دلوقتي، فاهمة أنا عايز أقول إيه؟ فأنا شايف إن ده دور من أدوارنا اللي مفروض نعملها، وفي الآخر إحنا اللي بنعيش، يعني أعمالنا هي اللي بتعيش. صح صح. بمناسبة طاقة نور، لأن أنا عجبتني قوي طاقة النور دي، النور مكانه القلوب. مدحت صالح، مدحت صالح طبعا احد الابطال بتوعك اللي انت يعني قعدت اكتشافهم، يعني مدحت طبعا طول عمرنا بنحبه وصوته رائع رائع. مدحت صالح لما بيغني انا بالنسبه لي هو دايما بقول له كده بياخد قلبي، يعني بايده كده، ولما بيمثل والله انجي فظيع مدحت. ايوه انا بقف طبعا، هو لما بيمثل فظيع، بس في ابو العروسه هو واحد مننا تماما، مش النجم البعيد لا لا، وبيننا معاد كمان دوره، وبيننا معاد بالظبط. يعني انا عم بتامله، مدحت ممثل ذكي وواعي وعارف هو عايز ايه، يعني مدحت معرفه من بقالي 7 سنين من اول ابو العروسه لغايه وبيننا معاد، اكتر ممثل اشتغلت معاه. مدحت حاجه يعني كده ما فيش زيه كتير. بالظبط، انا عشان عارفه انه انت ومدحت صالح بينكم تعاون طويل وجميل واحترام متبادل، وهو كمان عارفه ان هو بيحبك جدا وبيحترمك ويحب يشتغل معاك، فاهداء بقى لهاني كمال اغنيه مدحت صالح النور مكانه القلوب، وبنحيي مدحت صالح لو هو بيسمعنا، وبنقول له احنا بنحبك جدا جدا جدا.